الحقيقة النهارده يعني يوم مشهود قوي لشكل جديد من دوري مراكز شباب. هي دي النسخة العاشرة احنا دشيناها، لكن التطوير بدأ من السنة اللي فاتت، وهي العلاقة لنفس داعم وراعي الكرة الأفريقية كلها، دوري الأبطال وكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم توتال. تخيل ان هو الاسم ده اللي بيرعى دوري مراكز الشباب. اذا احنا عملنا ريبوزيشننج او اعاده تصنيف دوري مراكز الشباب، وده مستهدف كبير جدا. كمان قدرنا ان احنا نقلل السن السنه دي فنيا عشان يدعم فكره المواهب والانتقاء. الاهم ان احنا بنحظى برعايه كريمه من فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقه لدعمه الكبير جدا للرياضه المصريه وللشباب المصري. We have the second year in a row also. في تعاون كبير جدا بين توتال وبين وزارة الشباب والرياضة، وتحت الرعاية الرشيدة والإدارة الرشيدة لسيادة الوزير وزير الشباب والرياضة، وده التعاون اللي بيحصل للعام الثاني على التوالي، ومعنى ان هو للعام التالي على التوالي ان التعاون اللي حصل في العام الماضي كان ناجح جدا وأدى إلى هذا التعاون. فالحدث كل سنة بيكبر يوم عن يوم، وبالتالي هو متوقع ان يبقى فيه يعني تعاون مثمر أكتر بين توتال وبين وزارة الشباب والرياضة. Cooperation this year and inshallah next year as well. مصر مليانة مواهب مدفونة. أنا السنة اللي فاتت كنت بغطي الحدث ده ولفيت محافظات مصر كلها وشفت بعيني، ما حدش حكى لي على حاجة. عندنا مواهب حقيقي تستاهل إنها تكون في مكان أحسن من كده بكتير. السنة دي في ميزة جديدة وقالها سيادة الوزير من شوية، إنهم قرروا إنه يكون اللاعبين المتاحين وإن هم اللي هيلعبوا السنة دي ما يكونوش مقيدين بالفعل في اتحاد الكوره، لان مش هيبقى ما عملناش حاجه. لعيب بيلعب في اتحاد الكوره بقى بيلعب في مركز الشباب بيبقى ما عملناش حاجه، عايزين وشوش جديده. فالسنه دي هيكون في وشوش جديده كتير جدا، فدوري مراكز الشباب ده فعلا بيكتشف مواهب حقيقيه تستاهل انها تكون في المكان اللي تستاهله. ومشكورين جدا وزاره الشباب والشركه الراعيه على انهم يعملوا حاجه زي كده.